وبيبدأ فيلمنا مع آل مولينز وبنتهم أنابيل وهم خارجين يوم الحد من الكنيسة، وفي الطريق العربية عطلت بيهم، ولما باباها وقعت منه حاجة وهو بيغير الكاوتش، أنابيل راحت تجيبها فبتخبطها عربية ماشية بسرعة فبتقع على الأرض وبتتوفى ودميتها جنبها، وبتعدي 12 سنة على مأساة الطفلة أنابيل. وبيستقبله آل مولينز مجموعة من البنات والراهبة شارلوت من دار الأيتام في بيته. السيد مولينز خد البنات يفرجهم على البيت وبيقول لهم دي أوضة السفرة كبيرة علشان تقضينا كلنا، أما دي أوضتي أنا ومراتي، تقدروا تستخدموا الدور الأرضي براحتكم وأوض النوم بتاعتكم في الدور التاني. مولينز لما بص لجانيس عرف إنها مش هتقدر تطلع لفوق بسبب العكاز، فنزل وضغط على زرار موجود في الحيطة فبينزل كرسي كهربائي من فوق على السلم، وبيقول لهم صنعته من فترة كبيرة علشان مراتي، وفعلا بتطلع جانيس لفوق بالكرسي. جانيس لما طلعت لفوق حست ان في حد بيتحرك، لكن كانوا بقية البنات طلعوا وراها فما اهتمتش. ولما دخلت لأوضة فيها اربع سراير سبقوها بنتين وحجزوها لنفسهم، جانيس خرجت تدور على أوضة تانية ولقيت أوضة فعلا، ولقيت على باب الأوضة كلام محفور فبتحاول تقراه، لكن السيد مولينز بيمسك أكرة الباب وهو متعصب وبيقول لها محدش يدخل الأوضة دي نهائي. صاحبتها المقربة ليندا بتنادي عليها وبتقول لها احنا هننام هنا. وبيعدي اول يوم في هدوء والبنات فرحانة بالمكان ما عدا جانيس اللي كانت حاسة بحاجة غريبة في المكان. وبالليل وهم بيتعشوا بعد تلاوة الصلاة، السيد مولينز بيستأذنهم وبيقوم يدخل لمراته. كارول قامت وراه وكانت بتحاول تشوف مراته اللي ما بتخرجش خالص دي، لكنها ما قدرتش تشوفها. ولما دخلوا يناموا جانيس بتلاقي حد رمى رسالة من تحت الباب ومكتوب فيها دوري عليا. جانيس خرجت تشوف مين رمى الرسالة لكنها ما لقيتش حد، ولقت رسالة تانية طالعة من تحت باب أوضة أنابيل المقفولة، ولما فتحتها لقت مكتوب فيها أنا جوه. جانيس فكرت ان صاحبتها البنات جوه فبتنادي عليهم نانسي كارول، لكن محدش رد ففتحت باب الاوضه ودخلت. كانت الاوضه فاضيه ومليانه بالدمي، وكان في غطاء ابيض فوق حاجه. جانيس شالته فلقيته عباره عن مجسم للبيت اللي موجودين فيه، وبتفتح دولاب صغير لقت فيه مفتاح. جانيس خلت المفتاح فلقت نفسه الدولاب في الاوضه، ولما فتحته لقت دمية بشكل مخيف فقفلت الدولاب تاني، وهي رايحه تحط المفتاح مكانه لقت الدولاب انفتح تاني فغطت الدمية، وقبل ما تخرج لقت الدمية بالغطا بيتحرك وجايه في اتجاهها، ولما قربت اختفت الدمية والغطا وقع على الارض. جانيس خرجت تجري، واول ما خرجت باب الاوضه انقفل بقوه لوحده. جانيس تاني يوم لما صحيت حكت للراهبه لكنها اتضايقت منها وقالت لها ما تدخليش الاوضه دي تاني، وما ينفعش نعصى آل مولينز لانهم لو طردوه هنتفرق كلنا. وبالليل كارول ونانسي مغطين نفسهم وبيلعبوا مع بعض، ولما الكشاف فصل منهم بيلاقوا السيدة مولينز جاية في اتجاههم وفي ايدها جرز، وفجأة اختفت وبتطلع طفلة بشكل مخيف بينهم وبتشدهم، ومع صراخهم بيدخل السيد مولينز وبيقول لهم مين اللي كانت هنا؟ بيقولوا له السيدة مولينز، قال لهم مستحيل، انا مراتي بقالها سنين ما بتقدرش تمشي على رجليها. وتاني يوم نانسي وكارول كان واضح عليهم الخوف والتوتر. الراهبة بتدخل أوضة آل مولينز تطمن على السيدة مولينز، كانت نايمة في السرير وحواليها وشاح أبيض بيعتم الرؤية. السيدة مولينز بتقول لها كنت محبوسة هنا لفترة طويلة، كويس إننا بقينا نشوف ناس من تاني. الراهبة لما شافت صورة بنتها بتقول لها صورة جميلة. السيدة مولينز بتقول لها ماتت وهي صغيرة. السيدة مولينز طلبت منها تديها ظهرها. الراهبة شافتها في المراية وهي بتقلع قناع كانت لابساه. كل ده وجانيس بره بتتصنت عليهم وبتشوف شوف صورة أنابيل بنتهم مع الدمية اللي شافتها فوق في الدولاب. جانيس خدت الصورة وفضلت طول الليل بتحاول تفهم موضوع الدمية ده، فبتسمع صوت جاي من أوضة أنابيل فبتخرج تروح للأوضة، ولما فتحتها لقت المسجل شغال. صاحبتها ليندا بتجيلها وبتقول لها المفروض ما نبقاش هنا، وبتخاف وبتخرج. جانيس بتلاقي مذكرة فبتفتحها وبتقرأ فيها، لكنها بتلاقي الألعاب بتتحرك لوحدها وبتتفاجئ ببنت صغيرة واقفة قدامها. جانيس بتكلمها بخوف وبتقول لها مش أنت أنابيل بنت آل مولينز؟ الطفلة الصغيرة بتقول لها ممكن تساعديني؟ جانيس بتقول لها محتاجة ايه؟ البنت التفت وتحولت لوحش مخيف وبتقول لها وبتحاول تشدها. جانيس بتصرخ وبتهرب منها وبتخرج بره الاوضه، ولما خرجت لقت كل الابواب بتتقفل. جانيس بتصرخ وبتستغيث بالراهبه واصحابها لكن صوتها مش مسموع. فكرت تنزل لتحت وتهرب، ولما ركبت الكرسي الكهربائي وقف في نص السلم وبتفقد التحكم فيه وبدا يرجع لفوق تاني لوحده. وفوق الطفل انابيل واقفه مستنياها ثم اختفت. وبعد هدوء فجاه جانيس بتتسحب لفوق بسرعه. كل ده والبنات والراهبه نايمين ومش حاسين بحاجه. وبعد شويه بتترمي جانيس من فوق تاني
ولسه عايشة. والصبح السيد مولينز بياخدها للمستشفى وبيرجع، ومفكرين ان هي وقعت من على السلم بس، لكنهم ما يعرفوش جانيس حصل لها ايه. ولما دخلوا جانيس بتقول للراهبة انا ما اقدرش افضل هنا تاني، لازم نمشي من هنا، انا ما وقعتش من على السلم، في حد هو اللي رماني، في كيان موجود هنا وعايز ياخد روحي لاني اضعف حد هنا. الراهبة ما صدقتش كلامها وحاولت تهديها. وبالليل السيد مولينز بيقول لمراته استقبالنا للبنات هنا كان غلط، انا حاسس ان البنت دي ما وقعتش من على السلم. والصبح جانيس قاعدة على الكرسي المتحرك، لقيت نفس كيان الشر في صورة الراهبة وبتزقها لحد ما خدتها للمخزن وبترميها من على الكرسي. جانيس ما بتقدرش تمشي وفضلت تصرخ لحد ما جت الراهبة وليندا يلحقوها، ولما فتحوا الباب كانت جانيس قاعدة على الكرسي وبكل هدوء بتقول لهم أنا كويسة، وكانت بتبص ليندا بشكل مخيف. أنابيل دلوقتي استحوذت على جانيس، ليندا حست إن دي مش جانيس وفي حاجة مخيفة، فبتقول لبقية البنات أنا قلقانة على جانيس، من يومين كانت بتقول إن بنت آل مولينز حاول تهاجمها. السيد مولينز هو كمان حاسس بحاجة غريبة، فبيقول لليندا أحيانا الكلام عن المشاكل اللي بنواجهها بتساعدنا على حلها. قالت له الموضوع يخص جانيس بتتصرف بغرابة وبتقول إنها شافت بنتها، وكل ده حصل لما دخلت أوضتها وشافت الدمية اللي لابسة أبيض في الدولاب. السيد مولينز اتعصب وقال الدمية دي أنا كنت مخبيها، ما ينفعش حد يطلعها. ولما دخل لجوه لقى الدمية قاعدة على السفرة وورقة على الترابيزة مكتوب فيها لقيتك، وجانيس واقفة قدامه. فبيقول لها جانيس أنا قلتلك ما تدخليش الأوضة دي صح؟ جانيس قالت له أرجوك ما تطفيش فرحتي، وبدأت تتحول لكائن مخيف وبتقتل السيد مولينز. الراهبة برا سمعت استغاثات السيد مولينز، فلما دخلت البيت لقيته على الأرض ووشه كان شاحب من الرعب اللي شافه قبل قتله. جانيس بقت أكتر هدوء ودايما شايلة الدمية في إيديه. بالليل ليندا بتدخل تتسلل عند جانيس وخدت منها الدمية وخدت معاها كشاف وطلعت لبرا علشان تتخلص منها وترميها في البيت. وقبل ما ترميها لقيت الراهبة وراها وبتقول لها بتعملي ايه يا ليندا؟ قالت لها الدمية دي هي اللي بتأذي جانيس وهي اللي قتلت السيد مولينز، لازم نتخلص منها، وراحت رميها في البير. وقبل ما تمشي ليندا بتتأكد انها تخلصت منها، لقيت حد بيشدها في البير لكن الراهبة قدرت تنقذها وبيقفلوا غطى البير، وحد من جوه البير بيضرب الغطى وعايز يطلع، فبيلحقوا يهربوا وبيرجعوا للبيت. ليندا رايحة على جانيس وبتقول لها جانيس انا اتخلصت من الدمية، وبتشيل الغطى لقيت الدمية انابيل هي اللي في السرير وجانيس مش موجودة. الراهبة خدت الدمية ودخلت للسيدة مولينز، لكنها اترعبت اول ما شافت الدمية وبتقول لها ابعديها عني، انا كنت عارفة انها رجعت تاني. الراهبة بتقول لها مين دي اللي رجعت؟ السيدة مولينز بتقول لها الشر، الشيطان بعينه. وبدأت تحكي وتقول لها لما انابيل ماتت مننا ما قدرناش نستحمل، دعينا ونظرنا وقدمنا اخلاصنا لاي قوة تقدر تخلينا نشوفها تاني، وفعلا بعد كده بقينا نشوفها احيانا ونحس بيها، لكن بعد كده اكتشفت ان دي مش انابيل وكان كيان شيطاني وهجم عليا، ومن وقتها فقدت عيني، كان بيستغل بنتي انابيل علشان نديله روح هو مش قادر ياخدها، حاول ياخد روحي لكن الكنيسة ساعدتنا وبقى الشر موجود في الدمية دي فخبناها في الدولاب، وحوطناها بورق من الانجيل وقفلنا عليها الباب بمساعدة الكنيسة. فكرنا بعد كده نستضيف البنات اليتيمة علشان نكفر عن ذنبنا اللي عملناه، لكن في النهاية خد اللي هو عايزه. البنات وهم بيدوروا على جانيس لقوها في أوضة انابيل وكانت بتقدر تمشي وبتحاول تهاجمه. البنات خافت ونزلت تجري. الراهبة قالت لهم خليكوا مع بعض واطلبوا المساعدة. البنات قالوا لازم ناخد السيدة مولينز معانا، ما نسيبهاش هنا لوحدها. ولما دخلوا اوضتها لقوها مقتولة ومصلوبة على الحيطة. الراهبة لما طلعت تاخد باقي البنات انابيل وقفت لهم على باب الاوضة ورفعت الراهبة لفوق وضربتها في الحيطة. البنات جريت علشان تهرب، لكن جانيس شدت ليندا وبتهاجمها. جانيس بتحاول تقتل الراهبة بالسكينة، لكن الراهبة خلت الطعنة تيجي في الدمية وشدت جانيس والدمية في الدولاب اللي كانت محفوظة فيه ومتحوطة فيه بورق الانجيل وقفلت عليهم، وبتقدر تهرب مع ليندا لبرا البيت وبتوصل الشرطة. وتاني يوم الراهبة بتسأل الشرطي عن جانيس اللي حبستها في الدولاب، قال لها مفيش اي اثر لها. اما الاب فقال لها اي شر في البيت ما بقاش موجود، والشرطة بتاخد الدمية وبتمشي، وبينتقلوا البنات من البيت لكن بدون جانيس. وبتمر الايام وفي دار ايتام القديس يواكم بتروح اسره تتبنى بنت. المسؤوله بتقول لهم هي بنت هاديه وجميله وكانت البنت دي هي جانيس. المسؤوله بتقول لها بقدم لك آل هيجنز، جم النهارده علشان يتبنوكي، وفعلا بيتبنوا جانيس. وبتعدي 12 سنه وبتقع الحادثه الشهيره لآل هيجنز الموجوده في الجزء الاول من الفيلم، قتل الاب والام على يد بنتهم انابيل الضاله وعاشقها المجهول. وما زال الشر موجود في الدمية أنابيل بالرغم من أنها موجودة في صندوق إزاز في غرفة أثرية لإدوارد ولورين وارين، وبيتم مباركتها من قس مرتين في الشهر إلا أنها هربت من هناك من فترة.
وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD Film.